هقول لكم في الفيديو ده ازاي تتفسحوا وتنبسطوا في مرسى مطروح. يعني هقول في الفيديو ده الطريق، السكن، الغالي والرخيص، اماكن الفسح بالنسبة للأقوى وحمامات السباحة والشواطئ، واتفسح فين بالليل كمان. يعني باختصار كل اللي انت عايز تعرفه عن مرسى مطروح بالأسعار والتفاصيل. نبدأ بالطريق. لو معاك عربية خد طريق الضبعة، لأنه طريق مختصر بس خدمات قليلة فيه. يعني ايه خدمات قليلة؟ يعني كل فين وفين ما تلاقي بنزيمة، معلوهوش بتوع كاوتش، معلوهوش خدمات كده. أما مثلا طريق العلمين في خدمات كتيرة قوي يمين وشمال، لكنه طريق أطول من طريق الضبعة. أما بالنسبة للناس اللي هتاخد مواصلات، في مواصلات كتيرة جدا في القطر، في الاوتوبيسات زي السوبر جيت وغرب الدلتا وجوباص، وفي كمان ميكروباصات من موقف مشعل في الهرم. هقول لكم دلوقتي بقى تقدر تسكن في اماكن فيها مميزات كتير زي شاطئ خاص او اقوى او حمام سباحه، وبنفس اسعار الاماكن اللي فيها اقامه بس زي شارع اسكندريه او الكورنيش. وهقول لكم مميزات وعيوب كل مكان فيهم. اول حاجه هنتكلم عليها بورتو مطروح. من مميزاتها انها مكان نظيف جدا، والشاليهات كلها مكيفه وشامله كافه الاجهزه، وطبعا فيها شاطئ خاص وحمامات سباحه واقوى بارك. وبالنسبه لسعرها في الفئه المتوسطه. نيجي بقى عند عيوبها. اول عيب فيها بعدها عن وسط البلد، لانها في منطقه الابيض، لازم يكون معاك عربيه. تاني عيب ان الشاطئ بتروح له بباص خاص تبعهم طبعا، ولكن هو المسافة قليلة قوي، يعني حوالي 5 دقايق بالباص. وبالنسبة لرأيي ارشح المكان ده وبجدارة. تاني مكان معانا فندق لاس فيغاس. بالنسبة لموقعه هو في منطقة كليوباترا. من مميزات المكان حمام السباحة، شاطئ خاص، سعره في الفئة المتوسطة، ومن ضمن سعر الإقامة انه شامل فطار وغدا اوبن بوفيه، وطبعا النظافة. نيجي بقى لعيوبه. اول عيب بعده عن وسط البلد. تاني عيب مية البحر مش عالية، فهو مناسب للأطفال اكتر. تالت مكان معانا وهي قرية الأندلسية، ودي موقعها بعد شاطئ رومل على طول. نيجي لمميزاتها. القرية حجمها كبير جدا، فيها بحيرة صناعية تقدر تنزل فيها براحتك، فيها كمان اكوا بارك بس بتذاكر خاصة، فيها كمان ملاعب، وفيها كمان حمام سباحة بمية عذبة، وحمام مغطى للسيدات، وكمان حمام سباحة بمية البحر. وفيها ميزة حلوة قوي ان فيها حفلات ليلية. وبالنسبة لسعر السكن في القرية، فهي بتناسب جميع الفئات على حسب مكانك في القرية. نيجي بقى للعيوب. وعيبها الوحيد ان الشاطئ صخري ما فيهوش نزول اطلاقا. وبالنسبة لي ارشح القرية دي وبجدارة لانها جميلة قوي. رابع مكان معانا هو فندق بالفيو، وده مكانه في البوسيت. نيجي بقى لمميزاته. الفندق مستواه عالي جدا من حيث النظافة ومستوى الغرف، وكمان الأكل متنوع فيه جدا. والفندق كمان فيه أنيميشن بيعملوا فقرات حلوة جدا وألعاب مع النزلاء. الفندق ليه شاطئ خاص وليه قعدات مميزة، وحمام السباحة داخل الشاطئ يعني في وسط البحر. نيجي لعيوب الفندق، وهو العيب الوحيد اللي أنا شايفاه إنه سعره عالي جدا، مش هيناسب جميع الفئات. خامس مكان معانا فندق جويل بيتش، وهو موقعه في وسط البلد. من مميزاته له شاطئ خاص وحمام سباحة. نيجي لعيوبه، هو الصوت العالي جدا بالليل لانه بجانب المعارض والسيرك، وده طبعا بسبب ان الابواب مش عازلة للصوت في الفندق، وطبعا هو في الفئة السعرية العالية. سادس مكان معانا هو فندق جويل مطروح، موقعه في وسط البلد، ومن مميزاته انه في حمام سباحة. هو طبعا ما فيهوش شاطئ لانه صف تاني، لكن بيسمح للنزلاء بدخول شاطئ فندق جويل بيتش. وبالنسبة لاسعاره هي اسعاره متوسطة. ومن عيوبه الصوت العالي لانه جنبه السيرك والمعارض. سابع مكان معانا هو فندق الابيض لقوات مسلحه، وهو موقعه في منطقه الابيض. نظام الاقامه جواه متاح فندق ومتاح شقق سكنيه. من مميزاته في حمام سباحه، في شاطئ، في مطاعم كتيره جدا وسوبر ماركت مش هتحتاج تخرج بره. اما عيوبه بعده عن وسط البلد، وحمام السباحه ليه رسوم خاصه. تامن مكان معانا وهي قريه الكاسح، وهي في طريق كليوباترا. بالنسبه لسعرها هي في الفئه المنخفضه. نيجي لمميزاتها، فيها اقوى بارك وحمام سباحه وشاطئ وكافيتيريا ومطعم وشاشه سينما. نيجي لعيوبها، بعدها عن وسط البلد، الزحمه الشديده، والشوق فيها فرشها مش اعلى حاجه. تاسع مكان معايا وهي قريه بلو بيتش، ودي موقعها في الابيض، وهي قريه للسكن فقط ما فيهاش غير شاطئ. من مميزاتها سعرها منخفض جدا وفيها شاطئ. نيجي لعيوبها، ما فيهاش اقوى بارك ولا فيها حمام سباحه، حتى دخول الشاطئ فيها لازم تاخد شمسيه، ودي بتتاجر من 150 ل 200 جنيه، اما لو جاي من بره القريه دخول البوابات للفرد ب 20 جنيه. وطبعا عيبها برضو بعدها عن وسط البلد. عاشر مكان معانا وهي قريه تيباروز، وهي موقعها في طريق كليوباترا، وهي عباره عن شاليهات، وهي في الفئه المتوسطه. مميزاتها لها حمام سباحه، لها شاطئ،
لها أكوا بارك. أما عيوبها الزحمة الشديدة على حمام السباحة بالذات، لأن الشاطئ ما يصلحش إلا للأطفال، لأن مستوى المية منخفض جدا، وإن الأكوا بارك ليها رسوم لوحدها، وطبعا بعدها عن وسط البلد. هنتكلم دلوقتي على أهم شواطئ مرسى مطروح وأحسن شواطئ ممكن تروحها. هنبدأ بأول شاطئ معانا، وهو شاطئ عجيبة، وتعتبر من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها في مصر كلها، وطبعا في رسم دخول للفرد ب10 جنيه، وكمان في رسم دخول للسيارة لو معاك سيارة خاصة برضو ب10 جنيه. أما لو هتروحها مواصلات، مواصلاتها متوفرة جدا في شارع اسكندرية. طبعا في معلومة مهمة جدا في ناس كتير ما تعرفهاش، وهي عن شاطئ عجيبة. الشاطئ اللي انتوا شايفينه قدام عينيكوا ده شاطئ جوه عجيبة، بس الشمسية فيه غالية جدا، يعني بتبدأ من 300 جنيه، والقعدة فيه زي ما انتوا شايفين كده مقربة جدا، فالقعدة مش مريحة فيه، والبحر عالي فيه شوية. يعني وانت في عجيبة لو حابب تنزل البحر ما تنزلش الشاطئ ده، هقولك على شاطئ حلو جدا تنزله احلى من ده مليون مرة في منطقة عجيبة. وطبعا ما تنسيش تاخد شوية صور تحفة عند مطلع او منزل عجيبة، في مكان كده محدش يعرفه قوي، المكان ده خرافة والصور فيه تجنن، بعد دفع الرسوم على طول وانت في المطلع طالع لعجيبة او وانت نازل من عجيبة. هتنزلوا على رجليك زي ما انت شايف كده، وتروح تاخد شوية صور خرافة، والقعدة هناك رهيبة. ده الشاطئ بقى اللي انا بقول لكم عليه، شاطئ جميل جدا ورايق، ده شاطئ عجيبة العام. ده الشاطئ ده موجود فين؟ قبل ما اطلع عجيبة بالظبط، قبل ما اطلع بالظبط ادخلوا يمين، هو ده الشاطئ. بصوا المكان رايق ازاي، والشمسيات هناك رخيصة جدا، وبيرضوا بأقل حاجة. الشاطئ ده جميل جدا، والمية بتاعته سبحان الله خرافة، والشاطئ ده أنا برشحه لكم وبجدارة. نشوف بقى الشاطئ اللي بعده. تاني شاطئ معانا هو شاطئ كليوباترا، بس مدخول الفرد فيه ب15 جنيه، وده مشهور طبعا بحمام كليوباترا، بس الشاطئ ده ممنوع النزول فيه، وده لأنه البحر مفتوح فيه وفي صخور كتير جدا فيه. طبعا حمام كليوباترا في أقاويل كتير عليه إنه سمي بهذا الاسم، لأن الملكة كليوباترا كانت بتستحمى فيه. نشوف بقى الشاطئ اللي بعده. تالت شاطئ معانا هو شاطئ الغرام، والمعروف باسم شاطئ ليلى مراد. طبعا بيتميز شاطئ الغرام ان في اماكن رهيبة للتصوير عند الصخرة المسمية بصخرة ليلى مراد، ده كده مكان التصوير، اما مكان الشاطئ جنبه، وده مناسب جدا للاطفال عشان في مصدات طبيعية بتخلي المية مش عالية. بالنسبة لرأيي انا لو رايح للتصوير بس يبقى حلو جدا، لكن على الشكل الحالي اسعار دخوله مبالغ فيها، 80 جنيه للفرد غير الاكرامية عشان تقعد صف اول. لكن لو عايز تتفسح في الغرام ممكن تاخد المركب، ودي تعتبر رحلة بحرية تجنن من عند المرسى عند البوسيت لشاطئ الغرام، الفرد ب10 جنيه. رابع شاطئ معانا بقى هو شاطئ مراسينا، وده من اجمل شواطئ مرسى مطروح، وبالتحديد على كورنيش الابيض الجديد. ومميزات الشاطئ ده ان الوحيد اللي موجود هناك فيه مربوعة، ويعني ايه مربوعة؟ يعني كوخ زي ما انتوا شايفين كده، بتطلعوا بسلالم معمول من الخوص، شكله جميل قوي والقعدة فيه خرافة. وبالنسبة لأسعاره، المربوعة السطحية ب100 جنيه للفرد، اما الارضية ب75 جنيه للفرد، اما سعر الشمسية 60 جنيه للفرد. خامس شاطئ معانا وهو شاطئ أروى بيتش، وهو يعتبر أرخص شواطئ الكورنيش الجديد، وده للناس اللي بتحب الهدوء الشديد جدا، وفي نفس الوقت الحاجة تبقى على قد الإيد. وبالنسبة لأسعاره هم بيرضوا بأقل حاجة، البرجولة كاملة بعيلتك كلها فيها ممكن ياخدوا منك 100 جنيه. سادس شاطئ معانا هو شاطئ المروة، وده برضو موجود في كورنيش الأبيض الجديد، واللي بيميز الشاطئ ده إن الدخلة فيه الديكورات فيها هايلة، تقدر تاخد شوية صور هناك تحفة، وفي كمان ألعاب على الشاطئ، ألعاب خفيفة كده بتناسب الأطفال والكبار، وطبعا ده مناسب للشباب أكتر من وجهة نظري، عشان في أغاني وفي هيصة وهم بيحبوا الحاجات دي. سابع شاطئ معانا بقى وهو في الأبيض أم الرخم، واللي بيميز الشاطئ ده إنه هادي جدا ومناسب جدا للعائلات، وأسعاره معقولة، تقدر تاخد الشمسية من 100 ل 150 أنت وشطارتك بقى. طبعا في شواطئ تانية زي الفيروز ورومل والعوام، ودي موجودة في وسط البلد، انا مرضتش بصراحة ان انا احطها لكم في الفيديو لانها زحمة جدا وفي نفس الوقت غالية جدا، فانا جبت لكم الشواطئ اللي تقدروا تستمتعوا فيها وفي نفس الوقت سعرها معقول. نيجي بقى بالنسبة لألعاب الشاطئ زي مثلا الباراشوت، البنانة، الجيت سكي او اليخت، تقدروا تركبوها كلها من عند منطقة البوسيت، وبالتحديد عند فندق غزيلة. نقول دلوقتي بقى على الأماكن اللي فيها حمامات سباحة أو أقوى، أو شواطئ مع حمام السباحة أو الأقوى.
وأول حاجة معانا هي قرية الأندلسية، وطبعا القرية فيها كل حاجة، فيها بحيرة صناعية كبيرة قوي، وفيها أقوى برج، وفيها كمان حمام سباحة بمية البحر وحمام سباحة بمية عذبة. دخول القرية للفرد ب25 جنيه، وطبعا ممكن تقعد على البحيرة براحتك. طبعا القرية كبيرة جدا وأنا مصوراها بالتفاصيل. دي كده الأقوى برج، وفي طبعا ألعاب للأطفال وللكبار. نيجي بعد كده للنادي الرياضي، وده اللي موجود فيه حمام السباحة بمية عذبة، وموجود طبعا في المكان حمام سباحة خاص للسيدات فقط. وطبعا دخول النادي الرياضي ده للفرد ب40 جنيه علشان تنزل حمام السباحة. نيجي بقى الحمام السباحة بمية البحر، وده طبعا حجمه كبير جدا ومناسب للأطفال وللكبار. سعر الشمسية فيه من 150 ل 200 جنيه، اما طبعا لو حابب تنزل فيه من غير شمسية فعادي خالص. وطبعا حمام السباحة ده على البحر على طول، بس مفيش نزول لان الشاطئ كله عبارة عن صخور. تاني مكان معانا للأكوا بارك مكان اسمه واوا لاند، وفي ألعاب للأطفال وللكبار، وطبعا هو على فترتين، فترة صباحية من 9 ل 1 ب150 جنيه، وفترة مسائية من 3 ل 7 ب200 جنيه. تالت مكان معانا هو قرية الكاسح، وهو عبارة عن أكوا بارك وحمام سباحة، والمكان جوه عبارة عن 3 أجزاء. الجزء الأول كده زي ما انتوا شايفين ألعاب للكبار فقط، أما الجزء التاني كده ألعاب للكبار، ووراها بالظبط ألعاب للأطفال. أما الجزء التالت عبارة عن حمام سباحة كبير، وفي المكان شاشة سينما. بالنسبة لسعر الدخول الأطفال ب50 جنيه، والكبار ب100 جنيه، والسعر ده شامل اليوم كله. أما المواعيد من 11 صباحا ل7 مساء، وفي كمان شاطئ هناك يعني تقدر تأدي ديوز حلو جدا هناك. رابع مكان معانا هو الأبيض لقوات مسلحة، وهو عبارة عن شاطئ وحمام سباحة. سعر دخول الفرد فيه 100 جنيه، ده بالنسبة للمدنيين، أما دخول العسكريين أسعار تانية، وده شامل طبعا الشاطئ، الكرسي والشمسية. وقعدات الشاطئ جميلة جدا، وطبعا جوه فيه مطاعم مختلفة، وفي سوبر ماركت، وفي كل اللي انت عايزه. نيجي بقى الحمام السباحة، وده ليه رسم دخول غير رسم الدخول الاساسي. بالنسبة للمواعيد من 10 صباحا ل7 مساء. طبعا حمام السباحة كبير جدا، وفي كافيتيريا، وفي العاب للاطفال. خامس مكان معانا وهو فندق جويل بيتش، وده لو احنا حابين ندخل شاطئ داخل فندق، وده موجود اخر الكورنيش في منطقة العوام. وطبعا ميزة الفندق انه قريب جدا لانه جوه البلد على الكورنيش، وده طبعا هيوفر معايا في الوقت وفي الفلوس. سادس مكان معايا هو فندق جويل مطروح، وده مكانه امام فندق جويل بيتش، بس ده طبعا صف تاني مش موجود على البحر. وده الفرق ما بينه وبين الفندق الاولاني، ان ده بيسمح لي بدخول حمام السباحه، اما فندق جويل بيتش بيسمح للنزلاء فقط بدخول حمام السباحه. يعني نقدر نفرق ما بين الاثنين، حابين ندخل شاطئ هندخل جويل بيتش، حابين ندخل حمام سباحه هندخل جويل مطروح. سابع مكان معانا وهو تيبا روز، وهو عباره عن حمام سباحه وشاطئ واقوى. سعر دخول الفرد ب200 جنيه، ده شامل حمام السباحه والشاطئ، وفي العاب للاطفال مجانيه على حمام السباحه. اما الاقوى ليها سعر تاني خالص، وهو 250 جنيه للفرد، والبحر مناسب جدا للاطفال لانه فيه مصدات. نيجي بقى دلوقتي لو حابب تشتري منتجات مرسى مطروح، في معصرة الزيتون اللي هي معصرة فيرجينيا، فيها زيت الشعر وكريم وصابون، وفيها كمان السمسم يتطحن ينزل طحينة، وكذلك جوز الهند يتعصر وينزل زيت، وكمان الزيتون بجميع أشكاله، وطبعا أهم حاجة زيت الزيتون، وما ننساش التمور السيوي. ومش هننسى طبعا المطاعم في مرسى مطروح. لو عايز مطاعم وجبات سريعة زي البرجر أو البيتزا يبقى على الكورنيش، في كتير جدا. أما لو عايز مطعم سمك يبقى مجدي طبعا، أما لو عايز مطعم مشويات يبقى كمونة أو عبده كفتة أو صحر، ولو حابب تاكل حواوشي يبقى طبعا جزارة مفتاح، ولو عايز كشري يبقى الخديوي. كل دول موجودين في شارع اسكندرية. ولو عايز سوبر ماركت كبير في فتح الله على الكورنيش. إما لو عايز لب أبيض حلو جدا يبقى مقلة النصر، ودي موجودة في آخر شارع اسكندرية على ايدك الشمال. ولو حابب حلويات موجود على الكورنيش، وموجود برضو في شارع اسكندرية. واللي عايز يعمل اكل بيتي ومحتاج خضروات وفاكهة، هي موجودة في كل مكان بس باسعار زيادة. اما لو محتاج باسعار قليلة يبقى سوق اهل البلد طبعا، وهو موجود في شارع اسكندرية. نيجي بقى الخروجات بالليل. اول حاجة طبعا الكورنيش، والتمشية في حكاية، تقدر تتفسح فيها عن طريق الطفطف من اول الكورنيش لاخره. وطول ما انت ماشي بطول الكورنيش في ملاهي كتيرة جدا، تقدر تدخل اي ملاهي تعجبك فيهم، وفي معارض كمان كتير، وفي خيل وفي عجل، وفي كمان قعدات روعة جدا على البحر، فيها استعراضات وغنى ورقص، وفي طبعا مطاعم وكافيهات برضو بطول الكورنيش.
نيجي بقى للخروجة التانية وهي مول أهل مصر، وده موجود في آخر الكورنيش. مول أهل مصر ده عبارة عن محلات كتيرة جدا، يعني تتسوق براحتك، وفي كمان أعداد جوه عن نافورة جميلة جدا. وجوه المول برضو في ملاهي، وجنب المول في كهف الملح وفي السيرك. تالت خروجة طبعا شارع اسكندرية، وأوله مكتبة مطروح. وطبعا مش عايزة أقول لكم المنظر الجمالي فيها الفرعوني جميل قد إيه. المكتبة تقدر إن أنت تزورها بالليل لأن موجود فيها متحف، أما الصبح المكتبة مفتوحة فيها، وفيها مكان مخصص للأطفال ومكان مخصص للكبار. نيجي بقى أول شارع اسكندرية، حديقة الغزالة، ودي عبارة عن حديقة فيها قعدات ظريفة جدا، وفيها سينما، وفي على باب الحديقة شوية رسومات جميلة جدا تقدروا تاخدوا معاها شوية صور تحفة. ندخل بقى على الشارع ذات نفسه، شارع اسكندرية، هو شارع ظريف جدا، في التمشية جميلة قوي، وهو عبارة عن محلات ومولات ومعارض تقدروا تتمشوا فيه براحتكم وتشتروا كل اللي نفسكم فيه. نيجي بقى للخروجة اللي بعد كده وهي سوق ليبيا. سوق ليبيا مشهور بالعطارة والزيوت والزيتون، وفي كمان محلات كتيرة قوي فيه زي الملابس والأدوات المنزلية. وبكده أبقى أنا جبت لكم مرسى مطروح كاملة من أولها لغاية آخرها. اللي ليه أي استفسار طبعا يستفسر في التعليقات. أنا تعبت جدا في الفيديو ده عشان أجمع لكم كل الحاجات دي، ياريت تدعموني وتدعموا القناة باللايكات علشان يظهر عند أكبر عدد ممكن، واللي ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك. باي باي.